بعد الكشف عن موقع عيني لتعدين العملات الرقمية، النيابة العامة تكشف عن موقع آخر لنوع جديد من التعدين في ليبيا. تعرف على تفاصيله. في عمق الصحراء الليبية وخلف الكثبان الرملية، ضبطت مجموعة من الأجانب بصدد التنقيب عن الذهب في الجنوب الليبي بطرق غير قانونية. ووفقاً لبيان صادر عن مكتب النائب العام، فإن جهاز المخابرات الليبية سجل تسلل 4 أجانب إلى البلاد بهدف تعدين الذهب. وفي تحقيق سريع توصلت النيابة العامة إلى اكتشاف شبكة تعدين غير قانونية تتألف من شخص ليبي ومجموعة من المتسللين من النيجر وتشاد والصين، كلفوا بمهمة التنقيب عن الذهب في 4 أحواض سطحية في الجنوب الليبي دون الحصول على أي تصريح بهدف تحقيق أرباح غير قانونية.